دراسة التأثير على البيئة والخطر تستغرق وقتا طويلا يؤرق المستثمرين. شكاوى رفعها نواب المجلس الشعبي الوطني لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة التي تحصي أزيد من 7000 ملف في ظل التأخر في مراجعة قانون النفايات الذي ينتظر أن يجد حلا لهذا الإشكال. كما تعلمون فيه العديد من المستثمرين يقدمون شكاوي نظرا لطول فترة الدراسة. نعتقد أنه فيما يخص موافقة مصالح وزارة البيئة علينا لإنجاز مشاريع إعادة النظر فيها وإشراك مكاتب الدراسات المعتمدة لدى وزارة البيئة في تحمل المسؤولية مثل ما يتعامل الموثق مع وزارة العدل. إشكالية بقايا مادة الأميونت من فضلات ومنتجات نصف مصنعة من بين الملفات التي طرحها النواب، أكدت بشأنها وزيرة القطاع رفع هذا الملف للوزير الأول لعدم جدوى الدراسات المقدمة منذ سنة 2014. تطوروا منذ 2014 فالدراسات لم تتم إلى غاية هذه الفترة أو إلى غاية قامت بتقديم ملف كامل السيد وزير الأول في انتظار موافقة الوزير الأول على تعيين هذه المكاتب الأجنبية، فنأمل إن شاء الله القضاء على هذا المشكل لأنه يعتبر خطر كبير على صحة المواطنين. لم يعد قانون النفايات الصادر منذ سنة 2001 يستجيب للتحدية المطروحة حاليا سواء في الحفاظ على صحة المواطن أو في شقه الاستثماري بعدما بات هذا المورد في صلب اهتمام الاقتصاد المواطني.